جاهزا فكرة ذكية معك يا أيوب ومعك يا مبارك. فرصة فرصة هذا فوّل يا يونس يا ملندا بعد جملة تكتيكية من أروع ما يكون. هذا مبارك بوسط ونور الدين وأيوب الكعبي بلمسات غاية في الروعة. يونيا يونس ملندا في المرمى يا لروعة الهدف. الإشارة زياش يتقدم زياش يسجل الهدف الثاني. نعم ثاني هدف النخبة المغربية للتو. كنت تتحدث عنك يا زياش كذلك، لكن كيف ما كان الحال فالفوز في المباريات الودية يعطيك ثقة ويعطيك حافز. فرصة 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 جول سنتابع لعادة مرة أخرى. إذا يوسف أنصيري لاعب نادي مالاغا اسم على المدرب تشيفتشينكو سلوفاكيا كذلك يبقى اسم. هذه كرة وفرصة إستونية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.